أهلا فيكم برج العذراء، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من أول الشهر إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس، يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج العذراء ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. طبعا مثل دائما القراءة عامة، فيعني مش راح تنطبق على الجميع، ولكن راح يكون في ممكن رسالة بالفيديو أو إشي تحس إنه أنت بتنربط فيه أو بيفيدك، فخذ من الفيديو الإشي أو من القراءة الإشي اللي ممكن يفيدك، ممكن تستفيد منه، واترك الإشي اللي ممكن تحسها غير منطبقة أو سلبية أو يعني مش عم تستفيد منها، لأنه القراءة عامة فيعني مش راح تنطبق على الجميع. راح نبلش بطاقتك، بعدين طاقة الحبيب أو الشريك، شو خطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم. بعدين ممكن نسحب كروت للتوضيح إذا حسينا إنه في إشي بدنا نوضحه. نبلش بكروت النصيحة لبرج العذراء. أغلب الأبراج اللي عم نسوي لها قراءة عم شوف إنها كتير منغلقة على حالها، وإنت أيضا يا برج العذراء كتير منغلق على حالك هالفترة، مش عم تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه. كتوم أيضا بدك تحتاج بها الشهر بإنك تقيم أولوياتك أو اهتماماتك، وإذا كنت تركت هواية أنت بتحبها أو تركت إشي أنت بتحبه، ارجع للإشي اللي ممكن يحقق لك التوازن بحياتك. عم شوف عندك بفرص العمل، أو في عندك فكرة جديدة كريتيف أو فكرة إبداعية حاليا بدك تشتغل عليها، أو بهالشهر هو الوقت المناسب إنك تشتغل عليها، لأنه ممكن تحقق أشياء كتير إيجابية. وبعدين ممكن تحس إنك وصلت إلى اكتمال بنفسك من داخل، أو إلى انغلاق كارما بنفسك من داخل. اي بروجكت او اي اشي انت بتسعى او عم تفكر انك تشتغل عليه ابدأ اشتغل فيه، لانه عم شوف في عندك creativity and abundance، فهالاشي اللي عم تشتغل عليه رح يعود عليك بثمار كتير ايجابية. اذا عم تفكر بشخص او عم تفكر بالماضي او عم تعود بذكريات بالماضي، ممكن تكون داي دريمينج في يومك، يعني عم تفكر بأشياء بالماضي، أشخاص بالماضي، شخص بالماضي، في حدا ممكن يعود، أو في إشي ممكن يرجع لك بهالفترة بوقت أنت ممكن مش عم تتوقعه، أو ممكن ما تتوقع إنه يصير هالإشي، لأنه يعني انت مجرد ما انك تفكر بإشي معين هاي بتعتبر من طاقة الجذب او manifestation، ففي إشي عم تفكر فيه رح يعود عليك او رح ترجع لك الطاقة اللي طلعتها بوقت انت مش عم تتوقعه. اوكي، بالذات اذا حسيت انك انظلمت بإشي معين او انظلمت مع شخص معين، أو في شخص تركك أو قطع التواصل معك أو مش عم تحكي مع شخص، عم أشوف إنه راح يعود عليك
بوقت انت مش متوقعه، او في شخص رح يفوت بحياتك بوقت انت مش متوقعه. بالنسبة لطاقتك يا برج العذراء، حاليا حاليا عم شوفك مش كتير متمركز، عم شوف في اشي كتير عم تطلع عليها، في افكار كتير براسك عم تطلع عليها، في ايضا عروض حب عديدة عم تقدم لإلك، أشخاص كتير عم تنحط بطريقك، فرص عم تنحط بطريقك، possibilities احتمالات عم تنحط بطريقك. وانت عم تفكر أني الأفضل منهم لإلك، عم شوف في تفكير أيضا، وفي عندك نية بالحكي، أو بدك نوع من التواصل مع شخص، تواصل سريع، بدك تواصل سريع مع شخص. مثل ما حكيت لك، في حدا رح يجي بحياتك بوقت انت غير متوقع، ورح يصير في تواصل او كليك على طول، رح يصير في حكي سريع. ممكن البرج اللي رح يفوت على حياتك ممكن يكون هوائي ايضا. هنشوف انت اللي الأكبر من هالشخص، أو الناضج أكتر من هالشخص. ممكن طاقة حبيبك، ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي، برج ترابي، بس بتوقع الطاقة الترابية ممكن تكون طاقتك مائي هوائي. ممكن عم تتعامل مع برج السرطان، ممكن عم تتعامل أو أي برج آخر، بس يعني في عندك السرطان هون. الشخص اللي عم تتعامل معه كتير مركز على الحب، كتير مركز عليك انت ايضا، لانه في عنده عروض حب عم يحاول يقدمها لإلك، وبيعتبرك سولميت هالشخص. هو عم يحاول يقدم لإلك عرض حب، ولكن متوقع انه من ضمن عدة عروض اجت لك او رح تجيك يا برج العذراء، لأنه أنت في وضع بدك تختار، بما أنه هالشخص في عنده إشي بده يقدمه، سنجل يعني إشي واحد بده يقدمه، كاسة حب، كاسة مشاعر، اعتراف بالحب، تواصل. بس أنت محوط بكتير اختيارات بدك تختار منها. بالنسبة لطاقتك بالمستقبل، عم شوف أنه أنت في فترة تقدم، أو بدك عم تشتغل بفترة تقدم، عم تحاول تتجنب الدراما، أو عم تحاول تتجنب الصراع بحياتك، لأنه عم شوفك بالمستقبل من فترة هدوء رح يعني رح يجيك بالمستقبل، رح تمر من فترة هدوء إلى فترة مشاحنات بالحكي، إلى فترة منافسة قوية أيضا، لأنه هذا ممكن يكون منافسة بالمجال العملي، ممكن يكون بما يخص الفكرة أو المشروع اللي أنت عم تحاول تقدمه، أو ممكن يكون حتى بما يخص هالشخص اللي بده يقدم لك عرض حب. ممكن يكون في منافسة، ممكن تمر أيضا بمنافسة أشخاص عديدة رح تقدم لك عروض حب. في أشخاص أيضا إذا اخترت حبيب أو إشي، في أشخاص مش رح يعجبها هالإشي، رح يكون في منافسة وفي صراع. فمن فترة هدوء الأمور عندك رح تختلف، ورح تتغير بسرعة، ورح تمر بمرحلة نزاع وكونفليكت، إلى إنه عم شوفك أنت في هدف براسك، أو في طاقة تقدم، أنت يعني مركز على هدف، مركز على إشي معين، وما بتوقع رح تأثر عليك هالشوشرات الجانبية، لأنه أنت اللي بتطمح لإله بالأخير هو stability وثبات، التزام، ارتباط جاد، علاقة جادة. بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه، ممكن يكون شخص ما عنده صبر كتير، لأنه عم يحس يعني بالمستقبل، عم شوفه عم يحط مجهود، ولكن بيحس إنه المجهود
مش رح يرجع له بالنتيجة اللي هو بده إياها، وبينظر للأمور وبده الوضع معك يكون في شوي من الصداقة أو شوي من العفوية. أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه أصغر منك بالسن وأنت أكبر منه بالسن، لأنه أوراقه صغيرة، فهالشخص بده ممكن يكون مش كتير، أو أنت بتحس إنه هو مش كتير جاد بعلاقتكم مع بعض. أنت كتير متردد بأنك تقبل عرض الحب اللي عنده، أنت بتعرف إنه هو عرض حب صادق، ولكن بنفس الوقت بتعرف إنه هالشخص ممكن مش كتير تعتمد عليه، لأنه من النوع اللي بيمل بسرعة، أو من النوع اللي بيتعب بسرعة، ما في عنده الصبر اللي أنت موجود عندك، أو الاستمرارية اللي أنت موجود عندك يعني. فممكن يكون أيضا برج ناري اللي عم تتعامل معه، وطاقته كتير flexible، أو شخص ما بيحب يقعد بمطرح واحد فترة طويلة. فأنت مع إنك بتعرف إنه هو مشاعر يعني صادقة، إلا إنك مش متأكد كم رح تدوم هالمشاعر، كم حدها، شهر شهرين وبعدين الشخص رح يمل ورح يقرر إنه خلص. إذا العلاقة ما كانت، لأنه هو بيقول إنه هو بده إشي كتير فن، بده إشي دائما يكون مرح، دائما يكون فيه احتفالات، فعم ينظر إلى العلاقة من جهة واحدة، وأنت عم تنظر للعلاقة من جهات متعددة أكبر. يعني هو عم يشوف الجهة الإيجابية منها، وفقط بده الجهة الإيجابية، وأنت عم تنظر إنه هل ممكن هالشخص يستمر معك حتى لو الأمور كانت مش منيحة أو مش إيجابية؟ هل مستعد إنه يحط مجهود بالعلاقة؟ فهاي أسئلة أنت بتسألها لحالك. بدنا نسحب الكروت توضيحية، نشوف هالشخص هل رح ياخد خطوة تجاهك، أو هو، لأنه في عندك هون برج هوائي، في عندك برج ناري أيضا، فبدنا نشوف البرج الناري هل رح يقوم بخطوة تجاهك، أو هالشخص رح يقوم بخطوة تجاهك. لأنه أنت عم شوفك كتير practical أو كتير منطقي، بدك إشي ملموس، ما بدك أي علاقة عابرة، وهالشخص بده يعني بده إشي فن. ممكن تكون أنت اللي أكبر من هالشخص، وهالشخص عم يحس إنه غير مستعد أيضا إنه يفوت بعلاقة إيجابية. فهالشخص أوكي، الشخص اللي عندك هون بيحس إنه إذا أعطاك مشاعره رح يأثر على وضعه المادي، وهو حاليا عم يحاول يبني وضعه المادي أكثر، فمشان هيك هو بده الأمور تكون بينكم بسيطة أو عفوية، لأنه بيحس هو أيضا هالشخص عنده مخاوف، عنده مخاوف من إنه إذا أعطى للعلاقة اهتمام كتير عالي، أو إذا أعطى للعلاقة وأعطاك أنت وفتح لك قلبه، ممكن إذا تركته أو إذا فشلت العلاقة رح تأثر على جوانب أخرى من حياته، رح تؤدي إلى التاور كارد، هاي رح تؤدي إلى، رح تنهد الأساسات عنده، ومن ضمنها الأمور المادية. والأمور المادية كتير مهمة عم شوف لها الشخص، لأنه عم يحاول يبني حاله، فهو مشان هيك غير مستعد. بتوقع هو أصلا أيضا غير مستعد، لأنه واحدة من الأسباب اللي هو غير مستعد، اللي هو ماديا عم يحاول يشتغل على حاله أكتر من إنه يعطي اهتمامه
تام للعلاقة، وأنت بدك شخص يعطي اهتمامه التام بالعلاقة. طيب بدنا نشوف العلاقة بينكم، هل رح تنتهي إلى ارتباط جدي؟ ممكن يكون مش زواج أو خطوبة، ولكن هل رح ينتهي إلى ارتباط جدي؟ هل هالشخص رح يقرر إنه هو بالفعل ينظر إلى الأمور بطريقة جدية أكثر؟ فخلينا نشوف. بالذات إذا هو برج ناري اللي عم تتعامل معه، الأبراج النارية ما بتحب تنربط بعلاقة أو إشي مثل هيك. فبدنا نشوف حتى الأبراج الهوائية، بس الأبراج الهوائية عادة بتكون طاقتها شوي أهدى من النارية، النارية بتكون أجريسيف. طيب فهالشخص راح يختار أو راح يقوم بقرار، لأنه في عندك judgment card، فراح يصير في حكم، بداية عاطفية جديدة. Ace of Cups، Knight of Wands، Judgment. فهالشخص اللي منكم اللي مش عم تحكوا مع بعض رح يختار قرار هالشخص بأنه يقوم بخطوة تجاهك، والغالبية أنه الشخص اللي رح يجي تجاهك هو برج ناري. ممكن يكون في عندك عدة اختيارات، ولكن الشخص اللي راح يقوم بالخطوة تجاهك، لأنه حاليا عم حس إنه هو عم يحاول يرتب الأمور ما بين وضعه المادي ما بين وضعه العاطفي، ولكن عم شوف بآخر المطاف هالشخص judgment راح يختار قرار بإنه يكون معك. أيضا ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي هو لسه صعب عليه ياخد قرار، إنه في بينكم بعد بالمسافات، لأن judgment card بتحكي عن ممكن انت في بلد وهو في بلد اخر، ممكن تكونوا كتير بعيدين عن بعض. ولانه راح يقوم بقرار هالشخص بانه يجي ناحيتك، ممكن يكون حكي، ممكن يجي يحكي معك، او ممكن يسافر لحتى يشوفك. اي كانت طريقة الى انه الهدف منها انه بداية عاطفية جديدة معك، Ace of Cups، فهو بده يبدأ صفحة جديدة أو بداية عاطفية جديدة، وتكون جدية، تكون ال foundation تبعها أو الأساس تبعها Four of Wands، استمرارية. عم شوف الوضع رح يكون كتير إيجابي بالمستقبل. أوكي حبايبي برج العذراء، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت القراءة لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفك في فيديو قادم. شكرا لكم.